وتعهدا حاسما أن أؤدي واجباتي بأمانة وإخلاص وعدالة وإنصاف بوازع ضمير حي ومسؤولية وروح الجماعة محافظا على سر المهنة وجودة الخدمات بعيدا عن كل الاعتبارات الذاتية المادية والاجتماعية والدينية العرقية اللونية والمذهبية والعلاقاتية وأن لا أستعمل معلوماتي المكسوبة أو الموهوبة خلافا للقوانين الإنسانية راعيا الشرف والتقاليد النبيلة لهذه المهنة المنيفة واضعا نصب ناصية مصلحة المريض العليا وأن أحيطه بالحدب الصادق والعطف الواثق راجيا بذلك مرضاة الله وضميري والله على ما أقول شهيد. Thank you.